فضيلة الشيخ، يقول السائل: رأيت في المنام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يؤذن، بحيث كان يفصل بين التكبيرات وكذلك باقي الأذان، فهل هذه السنة؟ الأذان الفصل بين التكبيرات أو وصل التكبيرات، الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع والحمد لله. ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان يعرف صفات النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا حق، لأن الشيطان لا يتمثل به. أما الذي لا يعرف صفات النبي صلى الله عليه وسلم فلا يلزم أن تكون رؤياه صحيحة، لأنه قد يأتيه الشيطان ويدعي أنه رسول الله ولا يدري هذا، لأنه ما يعرف صفات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.